هبدأ العرض بتاعي النهاردة بعرض مجموعة من الصور التاريخية الصحفية من مصر وبعض التعليقات المصاحبة ليها وقت النشر. الصور دي قيمتها المادية قليلة جداً وهي متوفرة على الإنترنت، أي حد ممكن يشتريها. إنما هي غنية بالدلالات على السياق اللي هي جاية منه، بتقول لنا معلومات كتير مليانة حاجات ممكن نقراها، زائد إن هي بتشير إلى قد إيه إحنا نعرف عن اللحظات اللي هي مسجلاها من تاريخ مصر، وقد إيه لحظات من اللحظات دي ليها أصداء في اللحظة الحاضرة اللي إحنا فيها النهاردة. الصورة دي من سنة 36، ده الدكتور محبوب في جامعة القاهرة بيدي تعليمات إرشادية عن استخدام ماسكات الغاز في حالة حدوث هجمات في الغاز ومعلومات عن الإسعافات الأولية. الصورة دي من سنة 52، ده عدلي لملوم يسير إلى زنزانته في الأغلال بعد أن وجدته محكمة عسكرية مذنباً في تهمة إحراق مركز شرطة هو وثمانية من زملائه كانوا معترضين على قوانين الإصلاح الزراعي الجديدة. عدلي لملوم كان من كبار الإقطاعيين المصريين. الصورة دي من سنة 55، دي صورة للمجمع الماسوني الأرمني في القاهرة. الصورة دي من سنة 56 هي صورة لفدائي مصري بعد إلقاء القبض عليه من قبل القوات الإسرائيلية وبعد أن لقي اثنين من زملائه مصرعهم وأصيب ثالث، فهو دلوقتي في إيد الإسرائيليين حاليا. الصورة دي من سنة 57 وهي لمزاد لمقتنيات الملك فاروق، والذي كان المقرر له أن ينعقد لمدة 6 أيام، وقدر يعني قدر تم تثمين المقتنيات بأنها ستجلب إلى مصر 3 مليون دولار. الصورة دي لمحاكمة واحد اسمه سيد أمين محمود، هو كان ناظر مدرسة، حكم عليه بالإعدام في قضية ضمت 20 متهما ضمنهم 3 بريطانيين، كانت قضية تخابر. الصورة دي من ميس عسكري في التل الكبير، تقوم راقصة بالترفيه عن الجنود المصريين بعد إطلاق سراح أول مجموعة أسرى مصريين، يعني أول حادث تبادل أسرى مصريين مع أسرى إسرائيل على الحدود في سيناء. الصورة دي جاتني من غير تاريخ، إنما كان ملزوق عليها التعليق اللي معاها، وهي الشعب المصري يحتفل بالقوة بعد أن احتفل بالحرية، دبابات ستالين تجوب شوارع القاهرة. الصورة دي عظيمة. الصورة دي من سنة 65 عن برنامج الفضاء المصري. إبهار إبهار. متدرب في برنامج الفضاء المصري يخرج من كابينة الضغط الجوي، وقد ذكرت صحيفة قاهرية أن الجمهورية العربية المتحدة في سبيل تطوير برنامج لإطلاق كبسولة إلى الفضاء، ولكن دون لم يتم تحديد ميعاد إمتى هيحصل. الصورة دي من سنة 67، جنود إسرائيليون يحرسون مجموعة من الأسرى المدنيين والعسكريين المصريين في العريش. الصورة دي من سنة 69، وأنا هقول التعليق المصاحب ليها مع التحفظات، ده مش تعليقي أنا، ده التعليق اللي نزل مع الصورة دي. الصورة دي بتقول صورة لقناة السويس بعد حرب 6 أيام، ويظهر في الصورة الجانب الإسرائيلي وعليه علامات الدمار وانسحاب الجيش المصري، وبين الأشجار على الجانب الآخر يتربص القناص المصريون بشباب الإسرائيليين. الصورة دي من سنة 71، أنا أسفة، الصورة دي من غير تاريخ، ولكن أنا أتخيل أنها من سنة 71، وهي ممكن حد يصحح لي لو أنتم عارفين، لمحاكمة علي صبري وأعوانه في اسمها المحكمة الثورية في مصر الجديدة، ويظهر في الصورة شعراوي جمعة يتحدث مع محاميه. دي محاكمة مراكز الكورة. الصورة دي من سنة 71، أحب الصورة دي جدا، متدربات مصريات على استعداد للقفز بالباراشوت بعد تلقي تدريبات عسكرية. والصورة دي أخيرا سنة 79 من العريش، جنود إسرائيليون خارج الخدمة يجلسون في مقهى على العريش، العريش تتأهب لتسليمها لأيدي مصرية إبان زيارة الرئيس السادات في مايو 1979.
79. يعرف، أنا هبتدي بتعريف كده، تعريف لعالم مصريات اسمه يان أصمان، بيعرف الذاكرة، بيقول إن الذاكرة دي ليست فقط وسيلة لحفظ المعلومات، وإنما هي قوة نستمد منها القدرة على بناء الهوية الثقافية، وإنه الذاكرة بتساعدنا في اللحظات الصعيبة والتحديات اليومية في مواجهتها. يعني الذاكرة اللي احنا كل التاريخ اللي احنا شايلينه معنا ده بيساعدنا في اللحظات الصعبة والتحديات اليومية والتغيرات الجذرية. نقدر نقول وبدون مبالغة ان احنا بنمر بتحديات يومية رهيبة يعني وتغيرات جذرية. وعنه عندنا رؤية واضحة عن التاريخ واللحظة المكان اللي احنا جايين منه، نقدر نتقدم للمستقبل. انا زي ما عرفني مينا فنانة بصرية، بعتمد على جمع معلومات من مختلف المصادر في أعمالي الفنية. المعلومات دي أنا باخدها وبعيد صياغتها وتشكيلها عشان أعمل حاجة بسيطة جداً، وهي إن أنا أوسع أبواب قراية التاريخ. بحاول أقدم رؤى بديلة إزاي نقط معينة متشافة بشكل معين وثابتة في الوعي بسبب التعليم المدرسي أو الإعلام إلى آخره، أفتح طرق لممكن إزاي يعني نتعامل، ازاي ممكن نشوف حاجه. كل حاجه ليها اكتر من وجهه نظر زي ما احنا شايفين في اللحظه اللي احنا فيها دي دلوقتي. خبرتي البحثيه لفتت نظري لمجموعه من الاشكاليات مرتبطه بالواقع المصري. اول هذه الاشكاليات مثلا انه عالميا القوانين تنص على انه المستندات المرتبطه والوثائق المرتبطه بحوادث معينه بتخرج الى الفضاء العام بعد 50 سنه. إنما على سبيل المثال في مصر الوثائق المرتبطة بثورة 52 مثلاً ما زالت سرية. اثنين، أي باحث بيحاول يجيب مادة وثائقية في مصر بيلاقي صعوبات رهيبة، أولاً على المستوى البيروقراطي وأحياناً على المستوى الأمني. وده بيدفع بعض الباحثين، كثير من الباحثين، إن هم يجيبوا مصادر خارجية، يعني الصور دي كلها من بره، الصور دي مش من مصر. ده بيفتح باب لقراءات ملتبسة زي ما كان واضح بشكل فج، يمكن عشان كده انا حطيت الصورة من 69، واضح بشكل فج انه الرؤية دي وجهة النظر دي من عند حد تاني، تمام؟ بس يعني مش بالضرورة المثال يبقى فج كده لما في اوضاع اخرى. صعوبة تانية هي او اشكالية تانية هي انه لما بسبب ان المستندات محبوسة، ففرصة إنه باحث أو مؤرخ يشتغل على نقطة معينة يقدم لنا تصور آخر النقطة دي ممكن تكون عاملة إزاي، لأن من غير المستندات ما يقدرش يعمل ده. بنتكلم على إن إحنا بننتهي بوجهات نظر أحادية لا تتحرك، ثابتة وموجهة، تمام؟ وإن التعددية، فرص التعددية، تعددية قراءة التاريخ يعني شبه معدومة. رابع حاجة طبعاً هي حالة الأرشيف. الأرشيف المصري العام في حالة إهمال، تمام؟ دليل على ده إنه مقتنياته بتتداول بشكل دوري في الأسواق هنا وبره. ومثال آخر إنه مثلاً كل أوراق الحزب الشيوعي المصري ما هياش في مصر، هي في هولندا في مؤسسة معنية بالأوراق المهددة في موطنها الأصلي. يعني الأوراق اتبعتت بره عشان يحموها من التدمير هنا. ايه هو الأرشيف؟ يعني ايه أرشيف؟ أرشيف هو مستودع لحفظ وثائق، صور، معلومات في نظام معين يعبر عن وحدة مثالية. كلمة أرشيف جاية من اللاتيني أركيون. يعني ايه أركيون؟ يعني المكان الذي يحكم منه. من بداية تعريفات الحكم والمعلومات مرتبطين ببعض، عايز تحكم هتحكم المكان اللي فيه المعلومه، تمام؟ وعنه نقدر يعني ناخد ده ونتحرك لقدام ونقول انه التحكم في المعلومات وسيله من وسائل السيطره والهيمنه. منع المعلومات نفس الشيء، انه اقدر اقول انه المجتمعات نقدر نقيس قد ايه هي حره بقد ايه المعلومات في حاله سيوله فيها. واقدر كمان اقول انه الصراع على المعلومه ما هواش بس بين حاكم ومحكوم، وانما هو بين الدول. الدوله اللي تقدر تخلي تاريخها يمتد بشكل منتظم، التاريخ يعني يمتد بشكل منتظم، هي الدوله اللي مستمره معانا في الذاكره، واللي ما بتعرفش تعمل ده ما بتعمل يعني تمام. يمكن الاشكاليات اللي انا واجهتها في البحث في مصادر
رسمية أو مصادر عادية، هي لفتت نظري لحاجة موجودة، مفهوم اجتماعي موجود أنا ما كنتش أعرف عنه، وهو أنه مش بالضرورة كل المعلومات لازم تيجي من مصادر رسمية، في مصادر تسمى مصادر بديلة. ده المفهوم المعرف بالتاريخ من أسفل. التاريخ من أسفل أو تاريخ الشعب أو التاريخ اليومي هو مفهوم معتمد على استقاء المادة التاريخية من حياة البشر والإفرازات التي تخلفها هذه الحياة، من مراسلات، جوابات، فواتير، صور، موسيقى، روايات، أدب إلى آخره. وفكرة التاريخ الأسفل بتعتمد على وجهة نظر، هو أنه أنا ممكن أبقى قادر أقدم قراءة أكثر صدقاً عن السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي اللي كان في اللحظة دي عن وجهة النظر الرسمية. أتكلم عن حياة فلان، ممكن يكون فلان أكثر صدقاً عن اللي كانت الحكومة في اللحظة دي أو اللي كانوا في السلطة في اللحظة دي كانوا عايزين يقولوا. الصورة دي من عمل ليا من 2010، العمل ده سبق اسمه حجرة الخرافات والأساطير، وسبق إنتاج هذا العمل عام كامل من البحث. تمام؟ هو هنا حجمه مش باين، لا، بس هو في الواقع 9 متر في 3 متر. اوكي؟ انا هوري منه تفاصيل. الاسطوره هنا او الاساطير مقصود بيها الاسطوره بالمعنى المتعارف عليه، يعني حكايه ابو رجل مسلوخه والنداها، او بالمعنى المجازي الاسطوره هي مشكله حاضره بقالها سنين موجوده في الوعي العام، مش متقدم لها أي حلول ولا بضرورة فاهمين أسبابها، زي مشكلة رغيف العيش وأطفال الشوارع وبطش الشرطة. العمل ده كتبت عنه الفاينانشال تايمز في 2011، إنه هو كان نبوءة بالربيع العربي. عشان ده الراجل ده كان حجمه 2 متر ونص، عشان نبقى نتخيل. في الصورة دي في تعبير عن العسكري الأسود. أنا استقيت هذا، احنا بنتكلم دلوقتي على شغل اتعمل في 2009 2010، أنا استقيت شكل الشخصية دي منين؟ كائن هلامي مشوه غريب ما عندوش أي أسلحة غير شبكة صيد سمك، بيتحرك زي العروسة بالماريونات، إنما حتى مش باين إيه الإيدين اللي مسكاها، مسخ، هو مش باين إذا هو بني آدم ولا هو حيوان عشان عنده رجل بقرة ولا في أجزاء معدنية في جسمه، هل هو إيه؟ ده كان جاي من 3 مصادر مختلفة. أولاً كتابات النشطاء السياسيين في الفترة دي اللي كانوا معرفين يوم 25 يناير على إن هو يوم العسكري الأسود، ورواية يوسف إدريس بنفس الاسم، وحكاية أبو رجل مسلوخ. اللي انا عايز اقوله ان الفن ملوش سلطه، الفنان ما عندوش سلطه، ما بيقولش ان الكلام ده حقيقه او مرسل او منزل او اسمع او اي شيء منزل، دي وجهه نظره هو، لكنه لانه في النهايه بيقدر يستقي من اي مصدر، هو ما عندوش العبء اللي موجود على العالم او الباحث او المؤرخ. هو بس بيلفت النظر لاشياء وبيطرح اسئله وبيسيب الاجوبه للناس اللي بتتفرج. تمام. أنا هنا ليه؟ أنا هنا عشان أقول إن إحنا عايشين لحظة تاريخية مهمة، وفي اللحظة التاريخية المهمة دي إحنا بنتفرج على تاريخ وهو بيتكتب، وإحنا شايفين وإحنا بنشوف ده بيحصل، المكانات الإعلانية شغالة وير وير وير، ممكن نقدر نتخيل إيه اللي حصل في كتابة التاريخ اللي إحنا خدناه في المدارس، وعنه نحس بقدر من المسؤولية عن كتابة تاريخنا بتاع اللحظة بتاعنا اللي هنبصيه للأجيال اللي بعدين. إحنا ممكن نقدر نعمل إيه؟ أنا متخيلة إنه في 3 محاور ممكن نشتغل عليهم. أولاً المحور الأول وهو محور اللحظة الحالية المعاصرة. الحمد لله مضمون كتير جداً وضخم ووجهات نظر متعددة متوفرة في الفضاء الافتراضي بشكل ما لم يسبق له مثيل. طيب إيه الإشكالية في دي؟ غياب السياق. أنا في اللحظة دي قادرة أدور بمنتهى السهولة، كمان 20 سنة 30 سنة 100 سنة المضمون ده إن ما كانش يتحط في وعاء له تنظيم معين او طريقه ترتيب معينه، هو هيبقى مستحيل انه الانسان يعرف يطلع منه معلومه. المحور الثاني مرتبط بالارشيف، الماده اللي موجوده دلوقتي اللي هي في حاله اهمال وتبديد، دي مسؤوليه نعمل فيها ايه؟ نمتلكها ازاي؟ نستخدمها ازاي؟ نروح نطالب بحقوقنا.
خبط على الباب انا عاوز الماده بتاعتي. كل ما الناس تخبط على الباب وتقول انا عايز الماده، انا عايز اشوف ده، انا عايز الورقه دي، يتفهم ان الورق ده له اصحاب مهتمين بيه ومعنيين بيه وعارفين ان ده حقهم وبتاعهم كلهم. تمام. نفس الشيء المتاحف، زياره المتاحف بشكل دوري بتمنع التبديد والسلب والنهب، لانه مفهوم المال السايب بيعلم السرقه. تمام. اخر محور هو المحور بتاع الصور الشخصيه. احنا كلنا شغالين ديجيتال دلوقتي حقيقي، بس مش بالضروره معنيين قوي بالتفكير الحاجه دي هنحافظ عليها ازاي للناس اللي بعدين، او مش بالضروره ده يعني انه العمه فلانه او الجار فلانه لما مات الورق بتاعه انتهى اتعمل بيه قراطيس لب او في ايدي مقتنيين اجانب. تمام. الارشيف زي ما هو ملكيه عامه هو مسؤوليه عامه، مسؤوليه اتاحه تعدديه القراءه التاريخيه للاجيال القادمه شراكه بيننا كلنا، كل واحد في مكانه باللي يقدر عليه. ميرسي.